فضيلة الشيخ، ما حكم رد السلام والتأمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال خطبة الإمام الجمعة؟ نعم. السلام حال خطبة الجمعة حرام، يعني لا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب الجمعة أن يسلم، ورده حرام أيضا. وجه كون رده حراما أنه كلام، يعني كذا قلت عليكم السلام أو عليك السلام، هذا خطاب، خطاب شخص لا يستحق أن يرد عليه، لأن القاعدة أن كل من سلم في حال ليس له أن يسلم فيها فإنه لا يستحق الرد. وعلى هذا فابتداء السلام حرام ورده حرام. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، مع أنك ناه عن منكر، ومع ذلك تلغو، أي تحرم أجر الجمعة، أجر الجمعة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذكره في الخطبة فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يجهر به لئلا يشوش على غيره أو يمنعه من الإنصات. وكذلك التأمين لا بأس به بدون رفع صوت. الشيخ حفظكم الله، لأن التأمين دعاء. لو سألناكم ما معنى قول الإنسان آمين؟ معناه اللهم استجب، إذن هو دعاء. نعم. السؤال يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما، الصلاة عليه التشهد الأخير وخطبة الجمعة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير عند كثير من أهل العلم، لا تصح الصلاة إلا به. أما في عين الصلاة فتجب الصلاة عليه إذا ذكر اسمه، لحديث أبي هريرة في قصة جبريل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رأي ما أنكم رئن ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقال آمين. فيجب على الإنسان إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول صلى الله عليه وسلم. أما في خطبة الجمعة فقد ذكر بعض العلماء أن من شرط صحة الخطبة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعض العلماء إن ذلك سنة وليس بشرط للصحة.